بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم متابعي قناة مورا سوفت وجروب عائلة البرمجة. أنا سمير جمال. إن شاء الله ده الدرس رقم 27 من كورس إنشاء برنامج الفواتير بلغة البي اتش بي مع استخدام فريم ورك لارافيل. لو أول مرة تسمعني ما تنساش تعمل اشتراك في القناة وتعمل لايك على الفيديو عشان أقدم لك المزيد من الفيديوهات. بإذن الله النهاردة هنتكلم على جزئية مهمة جدا اللي هي عملية الإحصائيات. يعني أنا عايز لما أفتح البرنامج بتاعي تكون دي الصفحة الرئيسية، مثلا لما أضغط على الصفحة الرئيسية يديني مثلا إجمالي الفواتير المدفوعة، المدفوعة مسبقا أو المدفوعة جزئيا أو أيا كان، يديني الإجماليات هنا ويديني الأرقام بتاعتها. زائد إن شاء الله هنستخدم باكج النهاردة تعمل لنا عملية اللي هي الشارتس باللارافيل. طيب في البداية كده مبدئيا تعالى أول جزئية نعرف بس صفحة الهوم دي أصلا موجودة فين عشان نقدر إحنا نعدل عليها. طيب هفتح اول شيء البروجكت بتاعي، هروح على الريسورس، بعد كده هروح على الفيو، هنزل تحت كده هلاقي عندي حاجه اسمها هوم. هضغط على صفحه الهوم. تمام، دي صفحه الهوم الموجوده عندي. طيب كلام جميل قوي حلو. تعالى كده نشوف، ادي اول جزئيه احنا هنا في الاول، ده هنسميه مثلا، نسمي الجزئيه دي وليكن سي مثلا اجمالي الفواتير. ده هيكون اجمالي الفواتير بتاعتي، يعني التوتال بتاعي بتاع كل الفواتير اللي موجود عندي، سواء بقى مدفوعه مدفوعه جزئيا او غير مدفوعه او الكلام ده كله. طيب جالي هنا اجمالي الفواتير، حلو قوي. نسمي الثانيه دي باللون الاحمر، نعتبرها ان هي باللون الاحمر مثلا، فاسمها وليكن سي مثلا الفواتير الغير مدفوعه. كلام جميل. ننزل تحت شويه هتكون ديت بالاخضر، نسميها مثلا وليكن سي الفواتير المدفوعه. هنا كده نقول له الفواتير المدفوعه. حلو. ننزل تحت كمان شويه هنلاقي في دي الاخيره، هنسميها مثلا اللي هي باللون البرتقاني ديت الفواتير المدفوعه جزئيا. تمام. طبعا انا اتعمدت ان انا اشتغل معاك النهارده الكود يكون قدامك، لان في بعض الناس كانت طالبه ان انا انفذ الشغل قدامهم واحنا شغالين افضل، فما عنديش مشكله. بس ايه، هو وقت الفيديو ممكن يطول شويه، بس إيه برضو عشان الناس تستفاد برضو، واحنا بنلبي رغبات الايه الناس اللي بتطلب. طيب في البدايه كده انا غيرت المسميات بتاعتي بالشكل ده، حلو قوي. انا عايز هنا مثلا على سبيل المثال عايز اجيب اجمالي الفواتير كلها، التوتال بتاع الفواتير بتاعتي. يعني مثلا سي مثلا، تعالى كده بس على قائمه الفواتير ونشوف كده المبالغ اللي موجود. يعني مثلا دي عندي فاتوره ب 26400، وفاتوره ب 27000، وفاتوره ب 1000 وكذا و1000 وكذا وكذا. انا عايز اجيب توتال الفواتير اللي موجود عندي، سواء بقى 5 فواتير، 10 فواتير، مليون فاتوره، 40 فاتوره، هو يجيب التوتال بتاعي. طيب تعالى كده نتكلم لوجيك بالمنطق شويه. انت كنت عشان تعمل الكلام ده كنت بتعمله ازاي؟ المفروض هروح اول جزئيه على الكنترولر. طيب المفروض الهوم ده له كنترولر، حلو قوي. تعال هنا الاب اتش تي تي بي كنترولرز، هروح على حاجه اسمها الهوم كنترولر. كلام جميل. اضغط هنا، ده الهوم كنترولر. المفروض دلوقتي في الاندكس ده كان هيرجع لي الهوم كنترولر كده، صح؟ المفروض انا كنت هعمل اي كويري انا عايزه، اي كويري عايز اعمل مثلا سيلكت فروم كذا كذا، او جيب لي الكاونت، او جيب لي الصم او كذا، وبعد كده اخد كومباكت وانا رايح، وبعد كده ادخله في الداتابيس، صح؟ هو ده الطريقه اللي انت تعرفها. طيب في طريقه ثانيه احنا ممكن، هل فيها باشمهندس بالمنطق كده هو ينفع اعمل كويري جوه صفحه البليد نفسها هنا؟ يعني انا واقف جوه صفحه البليد ديت اقدر اعمل كويري وانا واقف هنا من غير ما اروح على الكنترولر ويبعتني وبعد كده ياخد كومباكت وياخد متغيرات؟ نقدر نعمل الكلام ده كله. طب يا باشمهندس معلش، انت ليه ما عرفتنيش من اول المشروع ان انا اعمل كويري جوه صفحه البليد؟ ليه كنت بتخليني اروح على الكنترولر والكلام ده كله؟ لان انا هنا هعمل كويري حاجات ثابته مش هتتغير. يعني هقول له اجمالي الفواتير مبيعات، اجمالي الفواتير مدفوعه غير مدفوعه، اجمالي الفواتير كذا، اجمالي. فبالنسبه لك دي ارقام هتبقى ثابته او حاجات ثابته، مش هيبقى فيها فور ولا فوريج والكلام ده كله. على فكره تقدر تعمل فوريج برضه، بس انا بقول لك يعني ايه، انا حاولت ان انا انوع لك، قلت لك في الاول وفي الاخر انا ما بشتغل معاك في الكورس بتاعي، بحاول بقدر المستطاع على قد ما بقدر بحاول انوع في الكود. ليه بنوع في الكود؟ عشان تبقى انت عارف طريقه واثنين وثلاثه واربعه، عشان لما يتعرض حاجه قدامك ما تحسش ان هي حاجه غريبه عليك. يعني ممكن دلوقتي في وقت من الاوقات تلاقي مثلا لما تيجي تروح شركه وتشتغل في بروجكت مثلا، تلاقي ناس عامله كويري هنا جوه صفحه البليد نفسها، فانت تتفاجئ.
ازاي هو عامل كويري جوه صفحه البليد؟ اه عادي يقدر يعمل كويري جوه صفحه البليد عادي خالص، مفيش اي مشكله، اقدر اعمل كويري. طيب اعمل كويري ده ازاي يا باشمهندس؟ انا هنا بقول له اجمالي الفواتير. حلو، انا عايز اجمالي الفواتير ده يجيب لي الارقام بتاعتي اللي هي بتاعت الفواتير. طيب مفيش مشكله، حلو قوي، نعمل ايه؟ طيب بسم الله، خلينا ننزل تحت. المفروض ده الرقم اللي هيظهر معايا اللي هو 5000 مش عارف كذا كذا كذا. طيب تعالى نغير هنا كده بس عشان ايه نفهم هو فعلا اتغير ولا لا. انا غيرت الاسم اهوت، ده انا واقف في اجمالي الفواتير، اذا انا عايز مجموع الفواتير كلها. حلو قوي، تعالى نشوف كده بس هل هيتغير هنا ولا لا. اتغير هنا، كلام جميل، يبقى انا واقف في المكان الصح. حلو قوي، اذا الكويري بتاعي هيكون فين؟ هيكون في الجزئيه دي. الكويري بتاعي هيكون في الجزئيه دي. طيب اعمل الكويري ازاي يا باشمهندس؟ طيب في البدايه اول جزئيه هعملها هفتح لارافيل اللي هي الاقواس بتاعت لارافيل، كلام جميل قوي. بعد كده هكتب كلمه اب، اعمل سلاش كده او الاب واعمل سلاش كمان. طيب انت عايز تعمل كويري على مين؟ طيب هو في نقطه، انا كنت بعمل كويري على مين اصلا؟ بعمل على الموديل. حلو قوي، كلام جميل، احب اكون اتفق معايا كده. طيب انا الموديل عندي انفويسز وقلت له كوبي، كلام جميل. هنا جيت قلت له مثلا وليكن سي مثلا، تعالى هنا هقول له انفويسز. حلو، واعمل نقطتين لغايه الان حلوين او زي الفل. طيب انا يعني عايز اجيب دلوقتي عدد الفواتير، عددها. طيب في داله جوه لارافيل او جوه الماي سيكوال اسمها الكاونت، كلام جميل. لو كتبت كده سي او يو ان تي وعملت كده وضغطت اوكي ونقول ريفرش، هيضرب معاك ايرور على طول، اول غلط هيضرب معاك. عارف ايه هو الايرور؟ تعالى نوريه لك. انا اتعمدت ان انا اكتب لك الايرور قدامك او اعمل لك الحركه دي قدامك عشان الغلطه دي ما تقعش فيها طول حياتك. طيب بيقول لك كلاس اب انفويسز نوت فاوند، انا مش عارف في كلاس انت مدخلني على حاجه اسمها اب انفويسز، انا مش عارف الكلام ده كله. عارف الغلطه فين؟ الغلطه انا اهو، شايف الحرف ده اهو؟ اه دي الغلطه فين؟ الحرف ده لازم يتكتب كابيتال. تعالى كده قلت له الكابيتال مثلا نغير ده كابيتال كده اهو ونعمل ريفرش. في الحاله دي بقى هو فهم الكلام ده كله، قال لك انت عندك 7 فواتير. باشمهندس انت كده توهتني، هو فعلا راح كده دلوقتي على الداتا بيز وعرف ان هم 7 فواتير؟ اه طب تعالى ندور على الـ7 فواتير نعدهم. حلو قوي، ادي 1 2 3 4 5 6 7، كلام جميل. اذا الكويري بتاعي بيشتغل بشكل مظبوط. طب في نقطه يا باشمهندس، هو انا ممكن اعمل هنا بقى هوير واعمل اي حاجه واجيب مش عارف ايه؟ اه اقدر، عيش مع نفسك هنا. انا دلوقتي استغنيت عن الكنترولر بتاعي، انا ما حبيتش ان انا اشتغل في الكنترولر لان ده حاجات هتبقى ثابته، انا ما كنتش عايز اروح على الكنترولر. اعمل الحركه دي، فكان ممكن اعمل الحركه دي ازاي؟ اقول لك الحركه دي كانت ممكن تتعمل ازاي بالطريقه العاديه اللي احنا متعودين عليها، برضه هشرحها لك. حلو، انا كان ممكن اعمل هنا كده. حلو، هاجي مثلا اعمل متغير اهو، متغير عادي خالص مثلا نسميه كاونت، بلاش كابيتال، سي او يو ان تي، متغير اسمه كاونت. حلو، وكنت قلت له ايه؟ قلت له الانفويسز. المفروض دلوقتي انا هضمن الانفويسز بتاعي. حاضر اهو، تعالى بس ايه اجيب اسم الانفويسز بس معلش عشان ايه ما نتعبش نفسنا. حلو، ورحت على الهوم قلت له هنا كده هضم الانفويسز. حلو، وقلت له كلمه انفويسز لو سمحت روح على جدول الموديل اللي اسمه على الموديل بتاع الانفويسز كاونت. حلو، سي او يو ان تي. انا ما بحبش اشتغل على فيجوال ستوديو كود ومع ذلك يلا، بس المشكله انا عندي بس ال بي اتش بي ستورم كان واقف فيه مشكله وكنت لسه بشتري بس السورس كود والكلام ده كله. طيب حلو قوي، لغايه الان انا كده تمام، كلام جميل، ده اللي انت متعود عليه صح؟ اهو كوم لو سمحت دخلني بكومباكت. حلو، وانت رايح خد معاك حاجه اسمها الكاونت. حلو قوي اهو، لغايه الان احنا حلوين. ولما هيروح الهوم معلش لو سمحت وقف لي الكود ده خالص، الكود ده يا باشمهندس انا مش عايزك تشغله. حلو، انت كنت هتعرض ايه هنا؟ هعرض المتغير بتاعي اللي جاي لي من الكنترولر اهو، عرضته هنا بس هعرضه هنا كده
طيب تعالى كده نجرب الحته دي نشوف هو هيعرضه هنا كده ازاي. اهو تعالى نعمل ريفريش هيضرب معايا ايرور. هيضرب معايا ايرور ليه يا باشمهندس؟ هو اصلا كلمه كاونت ديت اعتبرها ان هي كلمه عاديه سترنج عادي خالص، انت كاتب له هنا كاونت، فبالتالي هو ما فهمهاش ان هي بتاعت لارافيل او ده متغير او اي حاجه. طيب اخليه يفهم الكلام ده لارافيل ازاي يا باشمهندس؟ اهو اروح اعمل كده اقول له كده، كلام جميل، واعمل ريفريش. تفتكر هيجيب رقم 7 ولا هيجيب رقم كام؟ جاب رقم 7. طيب عايز تشتغل بالطريقه دي، اهلا وسهلا، حط متغيراتك هنا وارجع كومباكت واشتغل كده. طب واحد يقول لك يا باشمهندس انا ما بحبش اقعد اعمل متغيرات واتعب في نفسي والكلام ده كله، طب ما دي حاجات ثابته معايا، طب ايه اللي يخليني ان انا اروح على الكنترولر وبعد كده اعمل كومباكت؟ ده خد بالك احنا لسه هنعمل كومباكت لحاجات كتير، احنا لسه هنعمل المفروض الفواتير دي والفواتير دي والفواتير دي والفواتير دي، ولسه هنجيب حاجات للشارتس. طيب عايز تعمل الكلام ده بالشكل ده؟ اهلا وسهلا. عايز تعمله من البليد على طول دايركت على طول؟ برضو اهلا وسهلا. انا علمتك تريكه جديده يمكن بعض الناس تعرفها وبعض الناس ما تعرفهاش. اذا دلوقتي انا بقول له لا انا عايز اشتغل بالبليد بتاعي خالص، هشتغل بالجزئيه العاديه بتاعتي خالص من غير هنا. سيب ده عشان ممكن نحتاجه، وارد نحتاجه ونشتغل ونرجع له. طيب في ناس هحس ان هي هتتلخبط معايا، ما تتلخبطش خالص، اوعى تتلخبط. شيل بس القوس زياده. اوعى تتلخبط ليه؟ اقول لك حاجه، لو حاسس ان انت متلخبط في موضوع البليد هنا ما تشتغلش بيه، انا بنصحك اوعى تشتغل بيه. ليه؟ هي الطريقه واحده وفي نفس الوقت النتيجه واحده. طب يا باشمهندس انا متعود ان انا اروح في الكنترولر واعمل كاونت واعمل ما اعرفش كومباكت واجيب المتغير واحطه. اهلا وسهلا. والله واحد قال لك لا والله يا باشمهندس انا عايز اتعلم حاجه جديده واجرب، ايه المانع ان انا اجرب من هنا؟ خلاص جرب زي ما انت عايز. حلو قوي، يبقى احنا دلوقتي بنقول الكاونت، كلام جميل قوي. حلو اهو، جاب لي الكاونت بتاعي هيجيب لي العدد 7، بس انا مش عايز العدد 7، انا عايز اجمالي الفواتير رقم، يعني مثلا التوتال بتاع الفواتير بتاعتي، اجمالي المبالغ بتاعت الفواتير. طيب اللي بيعمل الحاجه ديت ايه؟ داله ثانيه اسمها الصم. حلوه، وهكتب هنا اس يو ام. حلو قوي، تعالى كده نشوف هيعمل ايه؟ هيضرب معايا ايرور ولا هيشتغل معايا؟ ده احنا بنجرب. في مشكله حصلت. ايه هي المشكله؟ بقول لك دلوقتي الصم الباص بتاعي زيرو. طب انت قلت لي مجموعه، مجموعه ايه؟ ما انت لازم تعرفني، انت لازم تعرفني اجيب مجموعه ايه. انت بتقول لي روح على جدول انفايسز هات لي مجموعه بس، لغايه هنا وقف. طب الراجل لا انا بقول له مجموع كذا، يبقى انا لازم احدد له انا عايز مجموع ايه. حلو، تعالى كده نشوف الداتابيز بتاعتنا. الداتابيز بتاعتنا كانت فين؟ اهو دي الداتابيز بتاعتنا، عم ربنا يكرمه ويفتح كده نشوف الداتابيز بتاعتنا ازاي. طبعا انا النهارده بس يا جماعه هاخد الجزئيه اللي فوق هنا، الجزئيه اللي فوق دي بالشكل ده اللي هي مثلا هنا. تعالى كده نرجع، هو طبعا هيديني خطا برضو عشان انا في عندي مشكله في الصم، هو برضو لغايه الان مش عارف الجزئيه. طيب ماشي، الداتابيز تفتح معايا. حلو قوي، المفروض الداتابيز فتحت معايا. حلو، تعال كده نفهم في البلدي. باشمهندس انت عودتني لما تيجي تشرح لي حاجه بتفهمها لي. انا هفهمها لك، انا مضمون الكلام. انا بقول له لو سمحت سلام عليكم. قال له وعليكم السلام. قلت له لو سمحت روح على جدول انفويسز. قال لي حاضر. طيب اعمل ايه في جدول انفويسز؟ قلت له صم مجموع. قال لي انت عايز مجموع ايه؟ قلت له ايه؟ ايه المبالغ اللي انت عايز تجمعها؟ انا عايز اجمع توتال الفواتير، اجمالي الفواتير. اذا انا هاخد الكولوم ده اقول له لو سمحت انا عايزك تجمع لي التوتال بتاع الفواتير. اهو بس كده يا باشمهندس. بس كده، يعني يا باشمهندس هو كده هيجيب اجمالي الفواتير بتاعتي. هيجيبها بالشكل ده. تعال نشوف. ايه ده يا باشمهندس انت بتتكلم جد؟ بتكلم جد اهو، ده اجمالي الفواتير بتاعتي. طيب تعالى بقى نتاكد فعلا الراجل ده بيضحك علينا ولا انت باشمهندس معلش انت بتضحك عليا وده مش الاجمالي بتاعك ولا ده الاجمالي. طيب تعالى نجيب كالكوليتر هنا زي الشطار كده ونروح على اجمالي الفواتير بتاعتنا ونحسب، نخسر حاجه؟ تعال احنا عايزين نشوف هل فعلا الراجل ده. طيب انا عندي فاتوره ب 26000. حلو قوي، قلت له 26000 زائد 26400 زائد المبلغ ده زائد المبلغ ده
زائد المبلغ ده زائد المبلغ ده زائد، لا احنا كده غلطنا غلطة ايه هي؟ طيب خلينا نشوف بس كده، لان الكالكوليتر دي بتاعت ده لا مش مظبوط، ثواني بس عشان احنا هنا غلطنا في الكالكوليتر واحنا بنحسب، معلش. طب ما احنا ممكن نعمل حاجة ذكية شوية اكتر من كده، ممكن نعمل اكسل، تعالى كده نفتح اكسل بس كده ايه ونشوف هل فعلا هو نفس الرقم ولا لا. بلاش الكالكوليتر ديت، احيانا متألف كده ومش هتبقى مظبوطة عشان اخد كوبي بيست وهتاخد وقت طويل معايا. حلو، انا هفتح شيت اكسل عادي خالص عشان اشوف بس هل الراجل ده بيشتغلني ولا لا. انا عارف ان هو ما بيشتغلنيش، بس ومع ذلك انا عايز اثبت لك انت، انا عايز اثبت لك هنا انا عندي الرقم ده. تعالى بس ايه هنا هناخد الأرقام دي كوبي، وهنبقى نظبط بس التنسيق بتاعهم، هنا كوبي هنا كوبي هنا، هات لي ده وهات لي 68,000. حلو حلو أوي، وقول لي هنا تمام علامة 20، وقول لي لو سمحت جمع تلقائي كده أشوف. 142,220. طيب تعالى برنامجي، هل فعلا انا برنامجي انت طلعت 122,240 ولا هو كان كام؟ 220. ادي 142,220، ادي 142,000 وده ال 220 بعدها. طيب كلام جميل قوي، اذا البرنامج بتاعي بيشتغل زي الفل، حلو قوي لغايه الان احنا حلوين. طب يا باشمهندس معلش، نعم انا عايزه يطلع بالشكل ده كده، اللي هو يحط علامة عشرية كده اللي هي العلامة شكلها حلو كده ويفصل لي الكلام ده كله. طيب قال لك اللي يعمل الحاجة دي ده اللي جوه اللارافيل اسمها نمبر فورمات. حلو، بتتعمل ازاي النمبر فورمات دي؟ بتتكتب ازاي؟ تعالى هنا اكتبها لك بس كده الاول، هنا بعيد عن ديت مثلا هنقول هنفتح قوسين نمبر underscore format. حلو قوي، وافتح قوسين بالشكل ده، وبيقول لك ان هي بتاخد اتنين بارامتر اهو، انا بعملها قدامك بس عشان تبقى تشوفها قبل ما تبقى اي حاجه. اول حاجه هتحط له الحاجه اللي انت عايز تعملها ارقام عشريه، وتحط له كام علامه بعد الارقام. طيب تعالى كده بس نشيل دي كده خالص، انا دلوقتي مثلا كاتب 100,000، ادي 100 واحد اثنين ثلاثة. حلو، أنا عايز أقول له على بعد الرقمين علامتين على 20. طيب تعالى كده نشوف، نعمل هنا ريفريش نشوف هو يكتب كلمة ال 100,000 إزاي، بعيد عن الكويري بتاعنا عشان ما نلخبطش نفسنا. أهو شوف لاحظ كتب ال 100,000، هو فصل وظبط نفسه وعمل كل شيء تمام. حلو، إذا دلوقتي الرقم اللي بدل ال 100,000 المفروض هو اللي كان الاستعلام بتاعي، بس ينفع أحطه كده؟ لا غلط. أمال أحطه إزاي يا باشمهندس؟ هجيب بس من أول هنا كده واشيل القوسين. طب استغنى عن القوسين ليه؟ ما هم موجودين اصلا، هم موجودين عندي اهو كده، الكويري بقى صحيح 100%. طيب تعالى نعمل ريفريش ونشوف يا ترى هيضرب معانا ايرور ولا هيشتغل. اهو ادي 142,220، نفس الاكسل اللي طلعها لك بنفس الشكل اهو، حط لك علامه. اذا دلوقتي انت اتعلمت حاجتين النهارده مهمين جدا في اللارافيل. هو بص النمبر فورمات ديت موجوده جوه البي اتش بي، تمام؟ احنا اول جزئيه اتعلمنا ان احنا نقدر نعمل كويري جوه صفحه البليت بتاعتنا، ده اول خطوه. الخطوه الثانيه اتعلمنا ان احنا نعمل فورمات للارقام بتاعتنا. طيب ممتاز. طيب الجزئيه الثانيه ايه؟ شوف الكلام اللي انت مشيت عليه ده هتمشي عليه نفس القصه، بس استنى في في نقطه باشمهندس ثانيه، ايه هي؟ انا عايزك تجيب لي النسبه المئويه. طيب حاضر، ما عنديش اي مشكله. النسبه المئويه المفروض اجمالي الفواتير كام؟ 100%، انا عندي اجمالي فواتيرهم 100%. حلو، يبقى انا دلوقتي بمنتهى السهوله اضحك على المستخدم او اضحك على البرنامج، اهو هكتب 100%. باشمهندس ايه شغل العك اللي انت بتعمله 100% ازاي؟ انا عايز حاجات بالاكواد. طيب هو دلوقتي بص تعال نتكلم بالمنطق، الفواتير عندك دلوقتي هتبقى اجمالها كام؟ اجمالي الفواتير كلها 90%؟
ولا 70% ولا 50%، هي اجمالها 100%. خلاص انا ايه اللي يخليني اعمل كويري هنا واتعب في نفسي في ايه؟ انا بتكلم في جزئيه اجمالي الفواتير، ايه اللي يخليني اقعد اكتب له كود هنا ويجيب لي؟ انا ممكن اجيبها لك بالكود، بس ليه؟ اهو طب انا حسبت الرقم ده لان اجمالي الفواتير بنسبه 100% هو 100%، الموضوع خلصان. حلو قوي، اختصر على نفسك وما تتعبش نفسك. حلو قوي، هنشيل الكلمه دي لو انت عايز تشيلها. اهلا وسهلا، عايز تشيلها مثلا ممكن تشيلها، ممكن تستغنى عنها، عايز تشيلها كان بها. طب يا باشمهندس معلش انا مش عايز اشيل الحته دي، امال انت عايز تعمل ايه؟ انا عايز استغلها ان هو يجيب لي عدد الفواتير، انا عايزه يجيب لي عدد الفواتير بتاعتي هنا. حاضر مفيش اي مشكله، حاضر تعال هتعمل كده اهو، اعمل القوسين بتوعك وهتقول سلاش. اوعى تنسى ان الايه كابيتال الاب. حلو، وهقول له الانفويسز. حلو قوي، وهقول له ادي النقطتين واقول له كاونت سي او يو ان تي، ادي الكاونت بتاعي وضغط كنترول واس، ولو سمحت اعمل لي ريفريش. المفترض يجيب لي 7 لان عدد الفواتير كان عندي 7، صح ولا انا غلطان؟ اهو قال لك عدد الفواتير 7. عايز تكتب جنبها كلمه عدد الفواتير وتعمل اللي انت عايزه، عيش مع نفسك. انا قلت لك في الاول وفي الاخر البروجكت ده بتاعك، يعني اشتغل كيفما تشاء، ظبط صفحتك زي ما انت عايز. حلو، قيس على كل الكلام ده الحاجات التانيه، بس هيختلف معاك تركايه بسيطه اول النهارده هنتعلمها. ايه هي؟ تعالى كده نرجع تاني ناخد الكود ده. حلو قوي، تعالى هنا في اجمالي الفواتير الغير مدفوعه، ادى اجمالي الفواتير الغير مدفوعه. حلو، انا المفروض احط الرقم هنا، ده الكويري بتاعي هنا صح؟ ادى الكويري بتاعي هنا اهو. اهو طيب تعالى بس نحط الكود ده ونشوف هيجيب ايه. حلو قوي، ريفريش. المفروض الكود ده هيجيب 2,142,220، ما هو راح جاب اجمالي الفواتير كلها. لا بس هنا في نقطه يا باشمهندس، ايه؟ انا مش عايز اجمالي الفواتير كلها، انا عايز اجمالي الفواتير بتاعه الفواتير الغير مدفوعه. طيب كلام جميل، مفيش مشكله. طب نعمل الكلام ده ازاي؟ اعمل جزئيه، تعالى قبل الصم هنا واكتب ايه؟ اكتب شرط، قول له هو ايه. حلو قوي، وافتح قوسين اكتب كده. حلو قوي، انا بقول له مضمون الكلام روح على جدول انفويس هوير لما يكون كذا هات لي المجموع بتاعه. ايه بقى كذا دي بقى اللي انا عايزها يا باشمهندس؟ انا عايز اقول له الفواتير الغير مدفوعه. حلو قوي، طب في الداتابيز عندي الفواتير الغير مدفوعه، الفواتير الغير مدفوعه اهي صح. طب تفتكر انا ممكن اعمل كده هيجيب؟ تعالى بس اوريك حاجتين، انا ممكن اقول له كده. بص انا بس ايه هجرب معاك تريكتين عشان اعلمك حاجات تانية. انا عايز اقول له هوير لما يكون الاستاتيس اللي هي حاله الفواتير، اجي هنا كده اقول له غير مدفوعه. حلو قوي، تعالى كده نعمل ريفريش ونشوف هل فعلا هو هيجيب الفواتير غير مدفوعه ولا لا. هيجيبها. حلو، قال لك الفواتير الغير مدفوعه عندك اجماليها 113,670. طب تعالى معلش كده نراجع الكلام ده يا باشمهندس، نشوف فعلا الراجل ده بيشتغلنا ولا بيضحك علينا ولا وضعه ايه. طيب تعالى نروح هنا على قائمه الفواتير ونشوف ايه الفواتير المدفوعه عندنا. طيب دي غير مدفوعه، حاضر اداء اجمالي الفواتير، وديت مدفوعه لا، دي مدفوعه لا، دي مالهاش علاقه، هات دي برده كمان نشوف هل فعلا الراجل ده بيحسب صح ولا بيشتغلنا. هو عمره ما هيشتغلنا، بس انا برضو بحاول اكدها قدامك يعني. تمام، وجيت على دولت قلت له لو سمحت قلت لي رقم عشريه كده، ارقام عشريه، وقلت لي الصم، قال لي 113,670. هو طلع الكلام ده صح ولا طلعه غلط؟ حلو قوي، قال لك 113,670، كلام جميل قوي. طيب في نقطه، ايه هي؟ ايه رايك في شكل الكود كده لو قلت له status يساوي غير مدفوعه؟ طب انا مش ممكن اقول له حاجه ثانيه برضو وتجيب نفس النتيجه؟ اه طب انا ممكن اقول له واريح دماغي خالص، انا عارف ان الفواتير الغير مدفوعه عندي الفاليو بتاعها بيكون 2 صح؟ اه طب انا ممكن اقول له value status. تعالى كده قلت له value status هنا 2 بس. معقوله يا باشمهندس؟ اه.
ودايما عود نفسك لما تيجي تعمل استعلامات اعمل دايما بالارقام اللي هي الانتجر، بتكون اسرع في عمليه الكويري وما بتعملش لود على السيرفر. يعني مثلا اما اقول له روح على الفواتير هات لي الفواتير الغير مدفوعه، ولا لما اقول له روح على الفواتير هات الفاليو ستاتوس اللي بيساوي 2، انهي اسرع لود؟ تفتكر انت كمستخدم مش هتحس الجزئيه دي، بس بالنسبه للهيدك على السيرفر واللود والكلام ده كله بيكون الاستعلام بتاعه اسرع شويه. تمام، ما بعملش زي هيدك على السيرفر واعمل لود عليه كتير والكلام ده كله. هذا نفس القصه، حلو قوي لغايه الان، احنا حلوين وتمام وزي الفل. طيب ممتاز، حلو قوي. طيب هنيجي هنا نفس اللي احنا عملناه فوق هنا، ولا بلاش ناخد كوبي عشان الناس بتزعل؟ حاضر مش هزعلكم. اهو انا عايز اجيب هنا عدد الفواتير الغير مدفوعه. حاضر، اعمل الكلام ده ازاي يا باشمهندس؟ اهو على بس غير انجلش، اهو هقول له سلاش الاب، ما انساش ان هي كابيتال، سلاش انا عندي كلمه الانفويسز، حلو قوي. الانفويسز ايه؟ هوير. انا كده كل يوم بشتغل هوير، حلو قوي. اهو هوير ايه؟ عندي اثنين سنجل كوتيشن، افصل العلامه بينهم واجي في الاخر اهو، بدل ما اقول له كلمه سم هقول له ايه؟ كاونت. اهو انت عايز ايه؟ انا بقول له روح على جدول انفويسز هوير لما يكون ايه؟ قلت له لما الفاليو ستاتيوس يساوي ايه؟ 2. حاضر، اشيل لي سنجل كوتيشن، بقول له سنجل كوتيشن لما يكون الفاليو ستاتيوس يساوي 2 كاونت، جيب لي العدد. كلمه كاونت يعني عدد. طب الصم دي يعني ايه يا باشمهندس؟ يعني مجموع. حلو، اصحى العدد اللي هو عدد الفواتير، الصم اللي هو مجموع الفواتير التوتال، مجموع المبالغ. حلو قوي، تعالى نعمل ريفرش ونشوف هل فعلا الراجل ده هيجيب ولا مش هيجيب. تفتكر؟ افتكر جاب الفواتير وخمسه، حلو قوي، كلام جميل. احنا ممكن نكبر هنا مثلا، ده نخليه مثلا وليكن مثلا اتش 3 مثلا كده. تعال نشوف بس الاتش 3 عمليه تنظيميه مش اكتر، يعني نشوف هل فعلا الاتش 3 هتبقى كبيره شويه. حلو بقى، الرقم مميز شويه الى حد ما. عايز تكبر بقى الرقم، انت عايز تحط تنسيقاتك، اعمل اللي انت عايزه، دي حاجه ترجع لك. حلو لغايه الان احنا حلوين. طيب هنا بقى اللعب كله. مش مهندس، هو هنا اللعب كله. انا عايز اجيب النسبه المئويه. اجيب النسبه المئويه ازاي؟ طيب انا عندي هنا النسبه المئويه، عشان اجيب نسبه مئويه بتاعت اي حاجه، تعال نروح كده على شيت اكسل كده ونفهم الجزئيه. انا عايز هنا النسبه المئويه بتاعت الفواتير اللي هي الغير مدفوعه. طيب كلام جميل، الفواتير الغير مدفوعه بتاعتي كام عددها؟ عددها خمسه، حلو قوي. طب اجمالي الفواتير كلها كام؟ عدده سبعه، حلو قوي. طيب اعمل ايه؟ المفروض دلوقتي رياضيا عشان انا اجيب نسبه مئويه بتاعت الفواتير اللي بتاعت الغير مدفوعه دي، هقول ايه؟ هقول يساوي الرقم ده اهو على المجموع بتاع الفواتير. حلو، جاب لي الشكل ده، حلو، كلام جميل. المفروض دلوقتي انا اقول له الرقم ده اهو على عدد الفواتير في 100 وطلع لي النسبه. ازاي يا باشمهندس؟ اقول لك بالشكل ده خالص، اقول له كده اهو انا عندي عدد الفواتير بتاعتي كام؟ خمس فواتير، حلو قوي. قلت له عدد الفواتير خمس فواتير، قلت له طيب نسبه الفواتير التوتال بتاع الفواتير كله كام؟ انا عندي سبع فواتير كلهم، قلت له الخمسه على السبعه في 100. طيب نعمل الكلام ده، تعالى ننزل تحت بيدنا اهو، هنقول له يساوي ده على ده في 100، طلع لك النسبه بتاعتك 71.43. ده نسبه الفواتير الموجوده الغير مدفوعه. يعني اذا دلوقتي انا عندي نسبه 71% من فواتيري كلها تعتبر غير مدفوعه. طيب اعمل الكلام ده باشمهندس ازاي؟ بالكود. حاضر، بمنتهى السهوله اهو، تعال نفهم واحده واحده. انت هنا باشمهندس قلت لي المفروض انا هشوف عدد الفواتير بتاعتي. حاضر، طب ما انت عندك عدد الفواتير اهو، انت مش عندك كود هنا اسمه عدد الفواتير اهو، ده الكود بتاعك اهو، ده عدد الفواتير بتاعتك خمسه. تعال كده، هو المفروض هيطبع خمسه هنا، تعال نشوف كده هيطبع خمسه ولا لا.
حلو قوي. طبع هنا خمسة، انا عايز اقول له خمسة على سبعة، ما انا عندي الفواتير سبعة، بس انا مش عارف كلمة سبعة اصلا، انا ما اعرفش الفواتير اللي عندي كام، سبعة، تمانية، عشرة، تسعة، مليون، زي ما يكون. اذا دلوقتي انا عايز اقول له مضمون الكلام الفواتير اللي عندي على اجمالي الفواتير في 100. حاضر، انا كده جبت الجزء الاول ده، ده الفواتير اللي عندي اللي هم خمسة. حلو قوي، هعمل كده كلمة على دي ايه كده على. حلو قوي، هروح على سلاش، تعال الان سلاش، اروح على جدول انفويسز. انا كده دخلت جوه جدول انفويسز، بس مش هقول هوير. ليه مش هقول هوير؟ لان انا بقول له كاونت، سي او يو ان تي، كاونت يعني الاجمالي كله، الاجمالي كله، انا بقول له اجمالي الفواتير كلها، العدد بتاعي. طيب تعالى كده نعمل ريفرش كده ونشوف هيجيب غلط ولا مش هيجيب غلط. المفروض هيجيب غلط عندي هنا. طيب ايه الخطأ عندي؟ تعالى نشوف الخطأ عندي. احنا في اخطأنا حاجة. معلش انا اسف جدا، عملنا السلاش كده غلط. معلش انا اسف جدا. تعالى نعمل ريفرش ونشوف. حلو قوي، حلو. لاحظ الرقم اللي طلع معاك، طلع معاك بالشكل ده، طلع معاك بالارقام دي. ما هو انت هنا انا بقول له خمسة على سبعة. شوف كده، بص شايف الجزء ده اهو، تعالى كده شايف الجزء ده اهو، الحته ده لغايه اهو، دي رقم خمسة، هو ده عدد الفواتير بتاعتك بقى، هو خمسة، سبعة، ثمانية، عشرة، مليون. انا بقول له لو سمحت روح على جدول انفويسز جيب لي الكاونت بتاعي. خد بالك انا كان ممكن اعمل الكلام ده في متغيرات، انا ممكن اعمل الكلام ده في متغيرات واقول المتغير على الكلام ده كله عادي. انت ممكن تختصر الكلام ده كله هنا، تعمل متغير سي مثلا، عايز اعمل متغير اهو، اقول له سي او يو ان تي كاونت مثلا، وليكن سي مثلا اي حاجه، عايز اقول مثلا كاونت كذا، واكتب متغيرات واحط انا متغيرات والكلام ده كله، بس انا عايز اختصر، مش عايز اقعد اكتر متغيرات. انا في الاول وفي الاخر قلت له هنا انا عايز اريح نفسي وعايز اشتغل دايركت على طول غير متغيرات، عايز اتعلم ان انا اشتغل غير متغيرات. حلو، انا قلت له خمسة على سبعة. حلو قوي، كلام جميل، خمسة على سبعة جاب لي 71 بوينت كذا 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 كذا. حلو، هو نفس الرقم ده اهو اللي هو ده. تعالى بس احنا كده هنا كنا مقربينه صح، تعالى كده نشيل التنسيب ده، انا مش عايز اقربه كده، نشوفه هيطلع نفس اللي عندي اهو، طلعه لك نفس الشكل ده. ولو عايز بص نفس الرقم اللي عندك اهو، هتلاقي نفس الرقم بالظبط، بس انا عايز اقول له الرقم ده اهو واجي هنا اقول له في 100 مثلا. حلو قوي، ونعمل ريفرش ونشوف. قال لي نسبة الفواتير عندك 71% بوينت 42 مش عارف ايه كذا 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 كذا. حلو قوي، كلام جميل. طيب باشمهندس انا حاسس ان الرقم ده شكله مش لطيف. ازاي مش لطيف؟ انا مش عايزه يطلعها لي كده يا باشمهندس، انا عايز يطلعها لي مثلا 71% او 71.5 او 72 والكلام ده كله. هل يا باشمهندس في حاجه جوه البي اتش دي او جوه اللارافيل بتعمل لي الكلام ده كله؟ في عندي داله جميله قوي اسمها داله ايه؟ اسمها راوند، داله راوند. طيب تعالى كده نيجي زي الشطار نشوف داله الراوند دي بتتكتب ازاي؟ بتتكتب كده اهو، اسمها راوند. حلو، وافتح كده الراوند دي بتاخد ايه؟ بتاخد اتنين بارامتر. حلو قوي، بتاخد البارامتر الاول والبارامتر الثاني. البارامتر الاول اللي هو الرقم اللي انت عايز تقربه، والرقم الثاني عايز تقربه لايه؟ عايز اقربه مثلا لثلاثة او أربعة او اثنين او الكلام ده كله، او ممكن اقول له الراوند بس قرب لي الحتة دي بس. حلو قوي، اذا دلوقتي انا جيت شلت دي خالص، الراوند ده بيسالني بيقول انت عايز تقرب ايه؟ انا عايز اقرب الرقم اللي طلع. خد بالك من القوسين اللي ورا دول انا مش محتاجهم خلاص. ليه؟ ما انا معايا القوسين جوه اهو، انا مش معايا القوسين بتوع الراوند اهومت اهو، هاخد الرقم ده اهو زي الشطر كده اشيله واحطه هنا واعمل ريفرش ونشوف يا ترى في غلط ولا ما فيش غلط. ال 71 ده هتطلع ازاي؟ ده طلعت 71 بس. ايوه دي بقى اسمها داله الراوند اللي هي بتقرب لي، اللي هي بتعمل عمليه تقريبيه. طيب كلام جميل، واعمل هنا علامه مئويه في الاخر كده هنا.
علامة مئوية في الآخر أهو عشان يعمل الكلام ده كله. تعالى نعمل هنا ريفريش. أهو 71%، حلو أوي. إذا دلوقتي الفواتير عندي بقيمة 71% لغاية الآن، حلوين. إذا دلوقتي نتكلم في حاجة تانية، أنا اتعلمت ثلاث حاجات مهمين جدا أوي النهاردة في لارافيل، وهقول لك على حاجة لو أنت عايز تعرف أكتر عن دالة الراوند، الراوند ادخل جوه على موقع البي اتش بي واكتب كلمة راوند. اكتب في البي اتش بي، تعالى كده مثلا، تعالى نروح على موقع البي اتش بي ونشوف إيه دالة الراوند دي. تعالى ندخل على موقع البي اتش بي، ده الموقع بتاع البي اتش بي، ونقول له هنا ار او يو ان دي الراوند. تعالى نشوف الراوند دي فكرتها ايه وضعها ايه والحاجات دي كلها. اهو دي دالة الراوند، اقرا عنها وظبط نفسك وافهم الراوند بتتعمل ازاي. شوف انا الفردان ديت عشان يعرضها لي، الراوند انت عايز تغير ايه، عايز تعمل ايه. اهو شوف اهو، عايزك تقرا عنها، افهم دالة الراوند. نفس القصه اللي هي بتاعت النمبر فاليو اللي احنا عملناها، اللي هي النمبر فورمات، نفس القصه. لو عايز تقرا عنها او تعرف عنها، شوف تعالى كده مثلا نقول ان ما اعرفش هل هي موجوده اهي، نمبر فورمات اهي، اهي موجوده. نفس القصه بيقول لك النمبر فورمات، عشان تعمل نمبر فورمات بيكون شكلها ازاي؟ بيقول لك النمبر ممكن يبقى فيه ديسمال وممكن مش عارف ايه وممكن ايه، وبتعمل اهو وعمل لك امثله. بسم الله ما شاء الله، موقع بي اتش بي يعني الراجل بص ناقص ان هو يشتغل مكانك اهو. افهم الكلام ده كله من على الدوكيومنتيشن بتاع موقع بي اتش بي نفسه، تمام؟ انت راجل ديفلوبر بي اتش بي، فبالتالي بالنسبه لك المفروض اللي هي الحاجات اللي زي كده اللي هي الدوال اللي جوه البي اتش بي تكون انت عارفها. طب كلام جميل قوي. يبقى احنا هنا دلوقتي مجموع الفواتير جبناه، وبعد كده جبنا العدد بتاعه، وبعد كده جبنا النسبه المئويه. قيس على كده نفس الحوارات الثانيه، مش هنعمل حاجه غير ان احنا بنغير. حلو، هناخد ده كوبي، حلو قوي، ونروح على الفواتير احنا المدفوعه، صح؟ انا عايز اقول له هنا لو سمحت جيب لي اجمالي الفواتير المدفوعه. حاضر، تعالى انا اهو خد دي بس غير ده، هي خليها واحد. ايه ده يا باشمهندس، مش انت عندك هنا اصلا جوه الداتابيز انت بتقول له لو الفواتير المدفوعه موجوده الفاليو بتاعها واحد، صح؟ انا بقول له نفس القصه كده، لو سمحت روح على الداتابيز الفاليو ستاتوس سواء واحد، جيب لي التوتال بتاعه، جيب لي عدد الفواتير المدفوعه. نعمل ريفريش ونشوف. يلا اهو جاب لي 27500. طب تعال يا باشمهندس بس نشوف كده، هل فعلا الفواتير المدفوعه 27500؟ اهو ادي فاتوره مدفوعه ب 27500 بس، ما فيش حاجه ثانيه مدفوعه غير دي. طيب حلو قوي، كلام جميل، حلو. وتعالى هنا انا عايز اجيب العدد، صح؟ عايز اجيب الكاونت بتاعها، نفس القصه اللي انت عملته فوق اهو. خد ده اهي، ده الكاونت اهو، قول ده واحد. تخيل بقى سهوله الكود بالنسبه لك، ده المميز في يعني دايما كنت اناوي في الموضوع ده، اقول افهم الكود، افهم الكود. طب انا فهمت الكود وفهمت اللعبه، خلاص انا بهندل بقى زي ما انا عايز، بلعب زي ما انا عايز، لان انا فاهم ده بيروح فين وده بيجي منين، بقدر اغير ايه وبعدين اشيل ايه واحط ايه، اقدر اعمل اللي انا عايزه. اهو كلام جميل. طيب انا عايز هنا اجيب النسبه المئويه، حاضر مفيش مشكله. النسبه المئويه كانت هنا اهي، صح؟ خد داله الراوند دي كده زي ما هي، وتعالى اهوت حطها هنا بس قول له الفاليو ستاتوس يساوي كام؟ واحد. حاضر، وتعالى نعمل ريفريش ونشوف النسبة المئوية هتطلع كام؟ طلعت 14%، كلام جميل قوي، حلو قوي. كمل على هذا الأساس وخد الفواتير الإيه؟ المدفوعة جزئيا. تعالى كوبي، انزل تحت، أدي الفواتير المدفوعة جزئيا. أنا عايز أجيب التوتال بتاعها. أهو 3 تساوي 3. ايه ده يا باشمهندس الثلاثه دي؟ مش انت قايل له هنا لما كنا بنشتغل في الداتابيز وقاعدين نتعب في نفسنا بقى لنا فتره عشان نقول له 3 و2 و1 والكلام ده كله، عشان لما نيجي نعمل استعلان نريح نفسنا. انا بقول له روح على الداتابيز الفاليو ستاتس بيساوي 3، لو سمحت جيب لي التوتال بتاعهم. حاضر، ريفرش 1050 الفواتير المدفوعه جزئيا. تعال نشوف كده في الفواتير فعلا، هل فعلا هم 1050 ولا لا؟ تعال نتفرج.
غير مدفوعه عندي 1050، في حاجه تانيه غير مدفوعه؟ لا. طيب ماشي مفيش مشكله. طب تعالى اقول لك على حاجه، تعال نغير حاجه، تعال نغير تغيير حاله الدفع، نقول له غير مدفوع ونشوف هيزود الرقم فعلا ولا لا. قلت له حاله الدفع مدفوعه جزئيا مثلا، ولا كنت واتدفعت النهارده، واعمل تحديث. تعال نشوف هل الدنيا دي هتقل ولا مش هتقل، وضعها ايه. تعال ممكن نروح على الرئيسيه نشوف الكلام ده اختلف ولا لا. اهو قال لي بقى 17550، حلو. والفواتير الغير مدفوعه قلت على طول، بدل ما كانت 113000 مش عارفه كام، بقت 97170. كلام جميل، حلو قوي يا باشمهندس. حاضر، عايز اجيب الكاونت. حاضر، انا عندي هنا العدد اهو صح. تعالى كوبي، انزل هنا، تعالى نغير الكلام ده كله. انا عايز اقول له عدد الفواتير الغير مدفوعه، الكاونت بتاع الاستاتيوس يساوي 3. حلو قوي. تعالى نعمل هنا ريفريش اهو، نعمل هنا ريفريش كده ونشوف هل فعلا هو هيجيب 3 ولا هيجيب ايه. اهو قال لي انت عندك فاتورتين. حلو قوي لغايه الان، كلام جميل. طيب النسبه المئويه نفس اللي احنا عملناه اهو. تعال انا عايز اخد الكود بتاع النسبه المئويه ده، واجي تحت هنا اقول له كده بدل فاليو ستاتس سوى 1، لا انا عايزها 3، واقول له ريفرش وريني النسبه المئويه بقت كام. قال لك النسبه المئويه بتاعتك 29%. اهو ودي عدد الفواتير، وده الاجمالي، عدد فواتير اجمالي، وده النسبه المئويه، عدد فواتير اجمالي، نسبه مئويه، عدد فواتير اجمالي، نسبه مئويه، الكلام ده كله. اذا دلوقتي انا راجل بنام فهمت الكود بيلعب ازاي او بيمشي ازاي، هندل زي ما انت عايز. شفت انت متخيل، انت فاهم الفكره ماشيه ازاي. فبناء عليه انا لعبت زي ما انا عايز بقى. خلاص انا بقول له جيب التوتال امتى، جيب الصام امتى، طب احسب لي كذا في كذا على 100، طب حط لي ده مش عارف فين، طب طلع لي معرفش. اهو انا فهمت الليله ماشيه ازاي وفهمت الدنيا ماشيه ازاي. فده درس النهارده. انا حاولت ان انا اعمل الدرس، انا كان ممكن اعمله في درس واحد بس، ان انا هنجيب الحاجات ديت ونجيب الشارتس معاه، بس انا حبيت ان انا اعمل لك ده لسبب واحد، عشان في موضوع رياضيات حابك تفهم الفكره، تفهم موضوع الكاونت، وتفهم موضوع الصم، تفهم النهارده انك اتعلمت داله جديده اسمها النمبر فورمات اللي هي بتعمل فورمات للنمبر، تفهم داله ثانيه اسمها الراوند اللي هي بتعمل عمليه تقريبيه ليا. انت عايزك تفهم الكلام ده كله، انا مش حابب ان انا استعجل عليك واديك كل المعلومات مره واحده، لا انا عايزك براحتك خالص وايزي ونتعلم. خد بالك قاعده كده لازم تكون فاهمها في حياتك، مفيش برنامج او سيستم في حياتك هتعمله في يوم من الايام وما يكونش فيه رياضيات، انسى. لازم بنسبه 90% هيكون عندك حاجات تتعلق بالرياضيات، حسابات، انا عايز اجيب عدد المستخدمين، عدد المستخدمين اللي داخلوا على مش عارف ايه، طب عدد ما اعرفش ايه، طب التوتال ما اعرفش كذا، طب بص هتستخدم الرياضيات في حياتك يعني هتستخدمها. فاتمنى يا رب يكون الدرس عجبكم، ما تنساش تعمل لايك على الفيديو، تعمل اشتراك في القناه عشان اقدم لك المزيد من الفيديوهات. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.